النهارده هناخد الميتوزس. الميتوزس مسؤول عن الريجنريشن. زي ما شفنا لو حصل اي انجري عندك او عند اي حاجه بيحصل ريجنريشن عن فصيل الميتوتيك ديفيجن. مسؤول عن الجروث، مسؤول عن البروليفريشن. بيحصل ازاي؟ الميتوتيك ديفيجن ده السيلز زي ما انت شايف عايز اعمل تو دوتر سيلز من نفس البيرنت سيلز. عشان اخش في هذا الطور بخش في ثلاث مراحل: جروث فيز، ميتا فيز، انا فيز، اند تيلو فيز. ومرحله اخيره اللي هي السايتوكاينيسيس عشان اعمل تو سيلز، تو سيبريت سيلز لكل واحده ليها بروتينها سايتوبلازم. ادي الكروموزومز زي ما قلنا عباره عن ثريدز من الدي ان اي دبل هيليكس، ثريدز من الكروماتين عن طريق الدبل هيليكس بيتلحق او بيلف حوالين الكروماتين، سوري بيلف حوالين النيوكليوزومز، والنيوكليوزومز بتعمل لي الكروماتين، الكروماتين فايبرز بتبقى موجوده في وسط النيوكليوز بالمنظر ده. انا كده مش شايف سيبريت كروموزومز، لازم الكروموزومز يحصل لها كوندنسيشن. دي مرحله اللي بنشوفها على فكره. ده مرحله انترفيس، بشوف المنظر ده. عندي تو سنتروزومز هيروح لكل بول من الكريم. بيحصل كوندنسيشن للكروموزومز. اه انا دلوقتي بدأت أشوف كروموزومز حقيقية، أدي 1 2 3 4 5 6 بدأت أشوف كروموزومز. كروموزومز في الحالة المضاعفة إن دوبليكيتد فورمز، فدي كوندنسر كروموزومز ودوبليكيتد كروموزومز في نفس الوقت، عبارة عن تو سيستر كروماتيدز متصلين مع بعض بالسنترومير. أهو السنترومير هو بيربط التو سيستر كروماتيدز. ادي السنتروزومز، في تو سنتروزومز في كل خليه، كل واحد بيروح في ديفرنت بول عشان تعمل السبندلز او المايكرو ريفيوز عشان